هنبتدي مع بعض نعمل وصفة النهاردة اللي هي الفطير المشلتت. والفطير المشلتت المقادير بتاعته بتكون 1 كيلو دقيق، 2 معلقة كبيرة سكر، 1/2 معلقة صغيرة ملح، 1/4 معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومية حسب الحاجة. وبعد كده للطبقات عندنا كيلو أو أقل سمن بلدي، كل واحد طبعا بيحط كمية سمنة زي ما بيحب. وللتقديم عندنا مش وقشطة بلدي وعسل أبيض. هنبتدي بعمل الفطير. هحط الدقيق، وهحط السكر، الملح، والبيكنج باودر. هنبتدي نحط له المية، وطبعا هفضل أزود مية لحد ما يديني العجين المظبوط. وهنبص نشوف ان انا كل ما بفرده بيتفرد معايا، مش بتتقطع العجينة، وبتبقى تقريبا شفافة خالص، وده اللي احنا عايزينه. وبنريح العجين علشان لما نيجي نفرده ونحط السمنة ونرجع نقلبه عليها تاني يدينا النتيجة الحلوة اللي احنا بنحبها. هاي شفت. هاي ماريا، ازاي؟ الحمد لله، نورت. ميرسي، مبسوطة اني معاكي. احب اقول لكم عن الشيف ماريا. الشيف ماريا هي مصرية سويسرية، عاشت في الفيوم، ووالدتها ووالدها طبعا يعني مش محتاجين تعريف، اللي هم ايفلين وميشيل باستوري اللي اسسوا قرية تونس وكل التعليم الخزف اللي فيها. وماريا اخذت خط تاني، خط عجين برضو، بس عجين. بس مش طينة. وهي طبعا دلوقتي شاف، انت بتعملي عندك مدرسه طهي للاطفال. بالظبط. اوكي. معلم الاطفال طبخ وحاجات كتير. اوكي. وهنتكلم اكتر لما نقعد مع بعض. خلاص. بس دلوقتي هنبتدي نعمل الفطير مع بعض. وانت طبعا بما انك من الفيوم فالفطير ده بالنسبه لك يعني المفروض يبقى حاجه بسيطه خالص. اوكي، اتفضلي. ميرسي. العجينه دي احنا محضرينها من امبارح فهي مرتاحه. اوكي. وعايزين بقى نبتدي نورقها مع بعض. اوكي. انا بصراحه ما عملتش فطير كتير في حياتي. والله. لان الفيوم زمان ما كانوش بيعملوا كتير، دلوقتي بقى موضه اكتر. بجد زمان ما كانش موجود. منطقتنا لا، احنا منطقتنا ما كانتش فيها يعني الحاجات دي. أوكي. بيعملوا اكتر جبنه قريش وبيخضوا اللبن اوكي وبيعملوا الحاجات دي. وانت قلتي لي كنت بتعملوا لبن في البيت صح؟ بتخضوا بتعملي لغايه دلوقتي. احنا الناس الوحيده اللي بتعمله بالطريقه القديمه. اللي هو بنخض الشكوى يسموها. نايس. يعني نخض اللبن ونطلع القريش. حلو قوي. آه. حلو قوي. هحط بس أوكي. شويه هنا. اوكي. ونبتدي نحط عليها العجينه. عايزه تجيبي العجينه؟ اوكي. ممكن تقلي ناخد نصها، متهيألي كتير قوي. كنت لسه. عايزه سكينه؟ لا اتس اوكي. اوكي. وهنا كمان الجو ساقع فالعجينة العجينة بردانة زينا. اوكي. يلا نبتدي بقى نفردها. اوكي. وزي ما قلنا العجينة عشان مرتاحة فخيوط الجلوتين بتبقى مرتاحة خالص، بنقدر نفردها. اوكي. بنكبرها على حجم الصينية. حجم الصينية، وبعدين بنكمل شد برضو بره الصينية بحيث ان الاطراف كلها الرئات تبقى رفيعه جدا جدا. صح. هنبتدي بقى نطول وبالراحه كده. ايوه نسهلها كده. شغلانه الفطير. مش شغلانه الفطير. مش اكتر الحاجات. احنا عموما هنعمل الفكره يعني. بالظبط. مش هنعملها طبعا لان هتاخد وقت. اوكي. بصي شدي قدامي كده. ايوه. نبتدي اوكي. وبعدين من الناحيه الثانيه. ايوه. اوكي. طبعا هم في الفلاحين
بتبقى بالنسبة لهم لا بتبقى سهلة خالص، سهلة متعودين عليها. ما هي الحاجات دي كلها تعود وبراكتس زي زي البيتزيولو برضو تلاقيهم قاعدين يعملوا العجينة كده اللي هو أنا استحالة يعني. والفطير اللي برضو مش الفطير اللي المالح بالظبط. صح ايوه حلو. اوكي هي دي الفكره ان احنا نفضل نشد وزي ما احنا شايفين رأيت. من هنا ويبقى خفيف خالص تقريبا نبقى شايفين اللي وراه يعني تقريبا نبقى شايفين ايدينا كده ونفضل بقى نشد فيه نشد فيه نشد فيه بالسمنه وطبعا تبقى سمنه بلدي دي بلدي لازم يلا ابتدي حطي السمنه لو تحبي احنا يعني زي ما بقول لك كده مش يعني ايه بالتقريب لكن هي دي الفكره ان احنا نفضل نشد لحد ما نرفعه خالص اوكي وبعد كده نبتدي نقلب اوكي اوكي وبعدين ممكن نعيد لو احنا عايزين عدد رقات كتير ممكن نعمل كده تاني ونحط أوكي. شويه سمنه تاني ونرجع نقلب تاني اوكي لحد ما تبقى كده تقريبا ده شكل العجين اوكي